ضمن لقاءات هذا البرنامج الوطني الكبير أهل الهمة، يسعدنا أن نلتقي بعطوفة السيد إبراهيم الخلايلة المدير العام والمؤسس لمياه الشوف. سيدي مساء الخير. مساء النور. يعني سيد إبراهيم الخلايلة، المتتبع لقصة حياتكم وخدمتكم لهذا الوطن والتي لا تزال مستمرة، يتطلب ذلك أن نعود منذ البدايات. أين ولدت؟ ماذا درست؟ وكيف جاء العمل في القطاع العام ثم بالقطاع الخاص؟ تفضل سيدي. هو في الأصل إحنا تجار، يعني حتى والدي وجدي وجدودي كلهم تجار، يعني كانوا تجار أغنام وكانوا تجار سمانة وكانوا تجار. نعم. سكننا إحنا بالزرقاء، من أوائل الناس اللي سكنوا بالزرقاء. معروفة. والزرقاء مدينة كبيرة وبدايات تجارية يعني حقيقية. نعم. طبعا أنا وأخوان إلي أسسنا مواد بناء فترة السبعينات والحمد لله ونجحنا فيها الحمد لله. وانطلقنا بعدين لما توسعت عمان وصارت عمان غربية، أنا انطلقت لعمان الغربية وأسست شركة تأجير سيارة سياحية، من أوائل الشركات، من أقدم الشركات. نعم. ثالث رقم كنا في اسمه الرجال لتأجير السيارة السياحية، معروفة أكيد. الحمد لله ونجحنا في هذا القطاع وحوالي 35 سنة اشتغلت فيها. ما شاء الله. وبعدين خلاص نتقاعد، فاتجهنا اتجاه العقار. أه. اللي هو الأسهل شوية، اللي هو محفظة عقارية تكون. بعدين اجت بالصدفة اللي هي مصادفة شراء هذا البير الارتوازي. أه. والبير الارتوازي لا يمكن خليه بير ارتوازي لحاله إلا يكون مكملات الماء يكون موجود، بدك تكون مصنع مياه. صحيح. احنا مصنع مياه الشوف. أنا وشريكي طبعا من غزة. والله يشافيك. الناس كلها خير وبركة. الحمد لله. نعم. فالحمد لله رب العالمين. طبعا أنا خلصت للتوجيه في الزرقاء، درست سنة هندسة مدنية بس، ولكن ما كملت لظروف عائلية كانت. نعم. في أمريكا. نعم. بعدين أخذنا هجرة للولايات المتحدة، لأن فرضو ما أقمناش بالولايات، لأن الأردني ما بقدر. ما بقدر. صح. زي السمك. إذا طلعنا برا بنموت. طلعنا برا بنموت. نموت على طول. فيش أجمل من الأردن بالدنيا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله الأمن والأمان اللي موجود بالأردن مش موجود في الدنيا. أكيد. يعني مصادفة أقول لك على أمريكا صدفة. أنت لما بدك تفتح التليفون في أمريكا من كابينة كاتب لك وورنينج. التحذير. التحذير هذا كاتبين لك إنك أنت تنزل القزاز 10 سنتي وتمد إيدك وتأخذ التليفون، ها؟ سماعة التليفون تحكي 10 سنتي خوف ما تتعرض للسطو، هيك كاتبين لك على الكابينة. لما تروح على حديقة بيقول لك وورنينج. وورنينج شو هو؟ يقول لك انت جالس انت واطفالك احتمال كبير تتعرض للسطو، دير بالك. تظل لك انت شو محتاط التنشن دائما. صحيح. صح. صحيح. بس بلدنا، انا مره بالمانيا كنت فاحكي لعائله العزمنا عندهم، راح سكرت الباب 10 طقات في المانيا، علم الامان في المانيا. فقلت لها انا عندنا احنا الباب ننساه. والله بننساه. ننساه فاتح. طبعا هذا كان صعقة، انه هاي معلومة صح ولا مش صح. سألت عنها حوالي 20 أردني من الرمتة ومن هون، لما تأكدت انه نفتح مرات نخلي الباب فاتح. صح. هذا لا. صح. هذا لا يعادل بثمن. صح. الحمد لله. والحمد لله رب العالمين نجحنا، صرنا 40 سنة بالتجارة. الآن مياه الشوف، مياه الشوف وهذا المصنع، ماذا تصنعون؟ يعني شو العلب او العبوات المياه؟ شوف، هو مياه الشوف اول شيء، قول لي شو التسميه؟ ليش احنا محاطين بجبال الشوف؟ الان محاطين بجبال الشوف، هذه اسمها جبال الشوف. اللي حولنا كلها جبال الشوف. في قلعه الشوف، في قلعه قديمه جدا جدا عمرها 2000 سنه اسمها لها الشوف، بالقرب منا هون، بالقرب منا على تلال الشوف. البير لما يكون ارتوازي في وين يكون؟ تحت الجبل. احنا هذا التسميه اجت من جبال الشوف. جميل. تسميه الشوف. وبنفس الوقت الحمد لله رب العالمين، تعرف محاطه بكل هاي كلها مناطق زراعيه وبرضه غابات بيرين. العالو كبير. نعم. فالحمد لله رب العالمين احنا توفقنا باختيارنا للبير ارتوازي، وحاولنا احنا الان نسوي عليه مصنع اللي هو بدايه الكاسات. نعم. الكاسات اللي هي الابوات الصغيره، الكاسات الصغيره. والان بدنا نركب مصنع كبير ان شاء الله، برضه لتر ونص و330 و230 و10 لتر، ابوات مختلفه خلال اسبوع ان شاء الله. ان شاء الله. هذا بالاضافه للصهاريج الكبيره طبعا. بالاضافه للصهاريج لبيع المياه للناس العاديين. طبعا نظام كمبيوترايز. هو هذا نبع قديم
هو اصلا نبع قديم، هاي بيرين اصلا سميت بيرين، وفي بيرين فيها هذا احدهم في الاصل احدهم. هاي كان في سيل ماشي من هنا قبل 100 سنه، كان في نهر ماشي شبه نهر موجود، ولكنه الان مش موجود. طبعا نظب لانه اخذوا كل الميه سحبوها للناس المحيطه، صارت مدينه كمان بيرين، ما اصبحت قريه. صحيح، صحيح. بيرين الان مدينه. طب اذا هذا بير من البيرين، اين البير الثاني؟ الثاني تحت شوي 400 متر بعيد عنه. من نفس صاحبه هو اللي اشترينا منهم. هم مؤسسين، هم غوريين محترمين جدا ما شاء الله، وقرايبنا كمان هم اسسوا هذه المنطقه، بالاضافه للخلايلة والزواهر والمشاقبه ما شاء الله. منطقه بيرين كلهم اولاد بلدنا يا سيدي، كلهم اولاد بلد، بالاضافه للناس الاخرين الضيوف اللي علينا من جميع نحن المنابت، والحمد نحن لله نحن نستضيف بلاد هذه بلاد أبداً. للناس كلها صح، والحمد لله للناس كلها الحمد بدون لله. تمييز بدون كل شيء، والحمد لله شريك انا من غزه، والنعم طبعا لا فرق، لا فرق، لا فرق بين اعجبي الا بالتقوى. نعم صحيح. وحب للبلد بالضبط، الانتماء اللي يسكن في هذا البلد. صدقني انا يعني مو مجامله، ما شفت واحد الا يحب البلد، ما سكن فيها الا يحب، صدق، وخاصه بعد الاضطرابات اللي حولنا حبوها اكثر. بالضبط، الحمد لله النعمة. سيد إبراهيم الخلايلة، الأمن والأمان وهذه النعمة التي نتحدث عنها والتي يعني نتطرق إليها في كل الأحاديث، حتى في بيوتنا، صحيح، في صحيح، مع الأصدقاء، عندما نسافر، عندما نحضر، يعني نحن جميعا نشكر الله على هذه النعمة. الحمد لله. وبعد شكرنا لله نقدم الشكر والتقدير لصاحب القيادة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، صحيح، الملك المحبوب في قلوبنا، صحيح، جميعا. صحيح. ولا ننسى وعي المواطن وتقديم الشكر أيضا لقواتنا المسلحة، صحيح، التعزيز لهذا الأمن والأمان، أن يكون كل مواطن صالح هو رديف لهذا الجهاز الأمني، صحيح. ماذا تقول حول هذه النقطة؟ هو حقيقة الآن إحنا مع الاضطرابات وشفنا التناقضات الكثيرة بالثورات، صح، يعني معظم الثورات بنيت لازم تكون مبنية على صح وحقيقة، ولكن الآن معظم الثورات بنيت على باطل، صدقني بغض النظر عن النظام هذا صح ولا مو صح، ولكن تشوف الاتزان، اتزان في 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 الحكم وين؟ هنا، هنا شو على البال يقول لك اتزان عندكم، في امريكا يقول اتزان عندكم، في اسبانيا اقسم بالله في يقول لك عندكم، في ايطاليا يقول لك محبوبين. احنا نظامنا الهاشمي ليس دموي، صح، بني على تقوى، تقوى حتى يعني ممكن جذور وجذور عشائر اخرى تري نفس الجذور، يعني احنا جدنا جعفر الصادق، صح، والجذر هو صح، ولكن هم هدوءهم وعدم يعني خلينا نقول عنف، اللي هم العنف مش موجود في نظامهم. الهاشميين دعاة امن وسلام. نعم، دعاة امن وسلام حقيقة والله بدون مجامل، صحيح، لو تختلف انت وياهم مليون اختلاف، في عمرك شفت واحد معتقل اردن لا. سياسي عمرك معتقلين سياسيين شفتهم متبع. انت تدور اعتقل اي واحد تضرب على المخابرات يقول هي عندنا، بينما في دول ثانيه كثيره ما بتعرف وين هو، وين هو مزبوط، صح. هذا ليش مش بني النظام على اسس سليمه وصحيحه، سليمه وحقيقيه، نعم، وعلميه، نعم، مزبوط، بس المخابرات العامه ما في. اقول لك مجامل حدا، اسمع مني اقول لك هذا الواقع، هذا من قلب للقلب، وحقيقة لازم الناس تحافظ على هذا الحكي وتستمر فيه، لأنك أنت بجنة وانت داري، صح، والله في ناس مليارديرية وأصدقاء إنه يقول لازم تصلوا يوميا ركعتين، إنه الهاشميين هذولا هم لله تعالى. سيدي ماذا تقول لأبناء الأردن من أجل العمل على بناء الوطن؟ الانتماء، هذا الانتماء، هذا بدك عاد أشوف في عنا في الحمد لله رب العالمين، يعني أي واحد حتى قلت لك من شتى المنابت والأصول، صدقا، نعم، والله في منهم هسه اللي قبل شوي صديقي اللي كان هون يبكي على قضية إنسانية بالأردن، وهذا يعني هو ليش بحاجة، هو يبكي مو بحاجة، ولكن هو حبه للأردن وإخلاصه للأردن وشاف العزة بالأردن وشاف الفزعة بالأردن، بلد فزعة، بلد زينة، يقول لك مودنا فزعة، لا ودنا فزعة، بلد الفزعات، هي فزعة زينة زي طبعا مع التقدم مع العمل الصح الحمد لله. انت لما تشوف بلدنا تقول موارد شحيحة، ولكن في شعب محترم، شعب ظاهي كل روح، والأردن محبوب في كل مكان. انا صدفة صديق إلي اسمه ديفن يقول ابراهيم انت منين؟ قلت له فروم جوردن، قال لي اسمع، واحد من دار بني هاني صديق إلي من اشرف الناس، هذا بني هاني وين؟ قلت له من الأردن فعلا، من اربطه
هذا يقول لي 30 سنة ما شفت منه خطأ. طب هذا ما هذا نعمة. ثاني شيء اسمع، بلاد الحشر الله ما يحشر بها غير الناس المحترمين إن شاء الله، ولا يمكن الحمد لله يحشر بها الناس المحترمين. الحمد لله. سيد إبراهيم الخلالي، يعني سررت جدا بهذه الابتسامة الراقية وبهذا الكلام يخرج من القلب. أهلا وسهلا سيدي. يعني سيد إبراهيم الخلالي بهذا العطاء وبهذه النشومية التي تخرج من القلب، لو قدر لك أن تقابل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ماذا تود أن تقول لحضرة صاحب الجلالة أو أن تفعل معه سيدي؟ والله شوف أقول له الله يعطيك العافية، كيف أنك بنيت جيش نتباهى فيه في العالم كله. اسمع مني، صار تمرين عسكري في البحرين. نعم. قائد البحرية الأمريكية صعق، منين جايبين هذول؟ حتى السلاح اللي فيهم الجيش الأمريكي كان ما يستعمله. هذه حقيقة، اسمع مني حقيقة 100%. بعرف. قال له هذولا كيف دربتهم؟ الشباب يحكوا إيطالي، يحكوا إسبانيش، يحكوا إنجليزي، الجسم، الشهامة، الثقافة، الرجولة. التمرين أخذ الأول في الأردن. كيف أخذ دائما الأول؟ شوف تركيز جلالة الملك على مين؟ على الجيش، وهذه هي الخطورة رقم واحد. الملك حسين أسس، ولكن هذا شو عزز وطور حقيقي. الله يعطيه العافية ويطول عمره يا رب. اسمع مني والله، وانا لو اقابله اجوز ابوس من هون اقول الله يعطيك العافيه والله، هذا هو الفعل والله عينك على اللي جاي كمان. يا رب. واحنا من خلفك سر، فنحن من خلفك سائرون. ان شاء الله. هذا من قلب للقلب صدقا اقول لك والله ما بجا من صدق. سيد ابراهيم الخلالة اقدم لك كل تحيه وتقدير، وانوه للساده المشاهدين اعزائي المشاهدين، سيد ابراهيم الخلالة من الشخصيات الوطنيه التي دائما لم تفتأ إلا أن تقدم ما تريد من أجل خدمة الشباب في هذا البلد المعطاء الأردن، وأيضا هي من الشخصيات الوطنية التي قدمت الدعم السخي لهذا البرنامج الوطني الكبير أهل الهمة. أشكركم وأشكر سيد إبراهيم الخلالي. أشكرك.